بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من ترك الصلاة عمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولفظ النسائي: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. ولفظ الترمذي: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. ولفظ ابن ماجة: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن حديث صحيح، وعن عبد الله ابن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي، وقال الألباني صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان ترك الصلاة. بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه الطبراني بإسناد صحيح، وقال الألباني صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وفي حديث آخر لأنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وفي لفظ: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. هذه الأحاديث وأخرى تأتي أحبتي تحت هذا الفصل: الترهيب من ترك الصلاة تعمدا. هذه العبادة وتلك الفريضة والشعيرة العظيمة التي تهاون بها كثير من الناس في هذه الأيام، تحتاج منا أن نطوف حولها متعرفين لما جاء في الشرع من أحكامها وفضائلها. والليلة يطوف بنا الإمام المنذري حول هذا العنوان: الترهيب من ترك الصلاة. ينبغي لنا أن نحدث أنفسنا دوما بهذه الأحاديث وننشرها في الناس، لأن القلوب تتقلب، ما من القلوب قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، أيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ونحن أحوج بلا شك إلى هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، ألخص أقوال العلماء حول تارك الصلاة فأقول: تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، تارك الصلاة لا يخلو من حالتين أسمعهما منكم قبل أن أذكرهما. الإنسان لما يترك الصلاة ليه كم حالة أو كم نوع؟ إيه وإيه؟ ها؟ الإيه؟ الإيه؟ حاقد؟ حائض والنفساء؟ لا، ترك الصلاة، ها؟ جحودا وتكاسلا. الحائض والنفساء هذه تركت الشرع، تركت الصلاة بأمر الشرع، لأن الشرع الذي أمرها وحرم عليها الصلاة حال الحيض والنفاس. لكننا نقصد
الرجال والنساء الذين يتركون الصلاة بغير عذر. تارك الصلاة لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون منكرا لوجوبها جاحدا لفرضيتها، أن يكون منكرا لوجوبها جاحدا لفرضيتها. إيه حكم ده؟ خلي بالك وأنا حسأل، يعني أنا هشاور كده أقول لك عشان ما تسرحش. واحد منكر لوجوب الصلاة جاحد لفرضيتها، إيه حكمه؟ يعني في خلاف فيه؟ فهذا لا خلاف بين المسلمين، مش هنقول بين العلماء، في كفره، لا خلاف بين المسلمين في كفره. طيب لو صلى، لو صلى، يعني هو يقول لا يوجد شيء في الشرع اسمه صلاة، والصلاة ليس لها أهمية، ولكن أنا أصلي، هو كافر وإن صلى، لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. من قال الصلاة ليست فريضة أو ليست واجبة، الصلاة غير مهمة أو نحو ذلك، فهو كافر. وإذا صلى، وإن صلى لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كذب القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حاله مثل حال المنافقين الذين يصلون كي تعصم دماؤهم وإيه وأموالهم، وقد قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا صرح لنا بهذا الكلام، هذا يكون علامة على كفره وأظهر نفاقه هذا الذي كان قد يخفيه. يبقى الحالة الأولى أن ينكر فرضية الصلاة ويجحدها، فهذا كافر بلا خلاف. طب الحالة الثانية، هو مقر بالصلاة ويعلم وجوب الصلاة وفرضية الصلاة لكنه لا يصلي، هذا يسمى إيه؟ ها؟ جاحد؟ كيف جاحد؟ هو يقر بوجوب الصلاة وبفرضية الصلاة لكن لا يصلي، ها؟ متكاسل، متكاسل أو متهاون. طيب أين العمد في القسمين؟ أين العمد؟ العمد في القسم الأول ولا في الثاني؟ في الاثنين. وهذا الذي يحصل بسببه لبس عند بعض الناس، يقول لك في فرق بين المتعمد والمش متعمد. لا، ما هو الإنسان اللي يجحد فريضة الصلاة ووجوب الصلاة هذا متعمد، والإنسان أيضا الذي لا يصلي ما هو متعمد برضه، لأن الإنسان لو لم يكن متعمدا يعني ترك الصلاة بغير عمد تساوي إيه؟ بغير عمد، يعني لم يقصد. إزاي تكاسلا؟ يبقى إنسان معذور، قد يكون نائما كما في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقد يكون مكرها أكرهوه مثلا وقيدوه حتى لا يصلي، واضح؟ وقد يكون إنسان مجنون قد زال عنه التكليف أو غير ذلك. لكن أنت إذا قلت لي فرق بين المتعمد والمتكاسل، هذا تفريق غير صحيح، بل الصحيح أن نقول هناك الجاحد لوجوب الصلاة أو منكر فرضية الصلاة، وهناك المقر بفرضية الصلاة لكنه يتكاسل. ليس معنى التكاسل أنه لا يتركها عمدا، لا، بل هو متكاسل وتارك للصلاة عمدا، لأنه يسمع النداء ويسمع الأذان ولا يصلي، يتعمد أن يترك الصلاة. طب ما حكم هذا الإنسان؟ إنسان ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، ما حكمه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، لخص كده ورايا سريعا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، حد يقول لنا دول يسووا إيه؟ الجمهور. مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يكفر الكفر الناقل عن الملة، بل كفره من قبيل الكفر الأصغر، وده زي ما قلنا مذهب الجمهور، لا يكفر الكفر الناقل عن الملة بل كفره من الكفر الأصغر، وده مذهب الجمهور. وذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه أنه يكفر الكفر الأكبر الناقل عن الملة، ذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه أنه يكفر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. ولكل من الفريقين أدلته، وسيأتي
بعض هذه الأدلة، وليس هذا هو موضع سرد الأدلة، وإنما تناقش في كتب الفقه أو التوحيد. وأدلكم على كتابين لمن أراد التفصيل في المسألة، كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله، وكتاب تحقيق موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة ترك الصلاة للشيخ ياسر حفظه الله، تحقيق موقف شيخ الإسلام في مسألة ترك الصلاة. وإن كنا نقول بقول الجمهور، لكننا نسميه كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال هو كافر، فنحن نسميه كافرا، فكل من ترك الصلاة يسمى إيه؟ كافرا. ثم اختلف العلماء فيما يترتب على هذا الحكم نحو هذا الإنسان. الإنسان اللي ترك الصلاة بقى ده المتكاسل المنكر، ده خلاص الجاحد ده خليه على جنب، ما فيش خلاف انه كافر خارج من الملة، لكننا نتكلم في المتكاسل الذي ربما يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، يصلي الجمعة مثلا من كل أسبوع ويترك سائر الصلوات سائر أيام الأسبوع وهكذا، أو حتى بعض الناس يصلي الأعياد فقط، بعض الناس يصلي الأعياد فقط وهكذا. هذا الذي فيه الخلاف كما ذكرنا، لكن ما الذي يفعله الحاكم والإمام مع هذا الإنسان؟ فريق من العلماء ذهب إلى أنه إن لم يتب يقتل حدا كالزاني المحصن، وهذا مذهب مالك والشافعي، يبقى يتعمل في إيه؟ يقتل. وفريق ذهب إلى أنه يقتل ردة. طب إيه الفرق بين يقتل حدا ويقتل ردة؟ يقتل حدا يعني مسلم فاسق كافر الكفر الأصغر، يقتل ردة يعني إيه؟ ده خلاص ده إيه؟ ده خرج من الملة خلاص، ده هذا مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. ومنهم من قال يعذر ويحبس حتى يصلي، يعذر ويحبس حتى يصلي. نلاحظ ان اقوال الفقهاء بين اللي قال يقتل حدا وبين اللي قال يقتل ردة وبين اللي قال يحبس حتى يصلي. هل من الفقهاء من قال يترك؟ لا تجد هذا ابدا في كتب الفقه. إذن لو كانت فينا الشريعة مطبقة ما ترك الناس هكذا في الطرقات أثناء الصلاة؟ هتقول لي يعني نرغم الناس على الصلاة العافية يعني؟ والله لو أراد أن يترك الصلاة ويعصي الله في بيته دون أن يراه الناس هذا يحاسبه الله عليه، نحن لا نفتش في البيوت. ولكن إذا أظهر المنكر فيجب على الإمام والحاكم والخليفة أن يزيل هذا المنكر بأن يطوف عليهم عماله مثلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ساعة الصلاة، ويدعون الناس للصلاة ويتلطفون معهم ويعظونهم ويحببونهم في الصلاة. فإن أصر إنسان بعد هذا وأظهر المنكر للناس لابد أن يقام عليه، وفيه حكم الله سبحانه وتعالى. كالذي يفطر مثلا في نهار رمضان، لو إنسان أفطر في بيته لم يره أحد هذه معصية فيما بينه وبين الله، لكن لو أظهر الفطرة في الطرقات أمام الناس لابد أن يحاسب وأن يقام فيه حكم الله وأن يعذر على هذه المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك أكمل عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى أي معناها بقى لو ما فعلوش لم يؤدوا حق هذه الشهادة، فهذا الذي جعل من قال بكفره يذهب إلى كفره الكفر الأكبر ومن قال بقتله كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، فقد برئ عنقه، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا ده الشاهد، ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني طالما كانوا يصلون فلا إيه؟ فلا تقاتلهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي المانعة من القتل. طيب كيف يقتل تارك الصلاة؟ أو يعني مش كيف يقتل، يعني كم عدد الصلوات التي إن تركها يقتل؟ كم صلاة؟ 5 صلوات يوم يعني؟ اختلفوا في عدد الصلوات التي إذا تركها يقتل. فجمهور أهل العلم أنه إذا ترك صلاة واحدة يقتل، يقتل لترك صلاة واحدة. جمهور أهل العلم على أنه يقتل لترك صلاة واحدة. تعالوا ننزل هذا على الواقع،
من نام عن صلاة الفجر وتعمد أن يترك الصلاة حتى طلعت الشمس، ما حكمه عند جمهور أهل العلم؟ قولوا تعمد، بقول تعمد يعني هو لم يأخذ بأسباب ذلك، وربما يسمع الأذان وبلاش يا سيدي، ترك صلاة الظهر ووقف في عمله أو في تجارته حتى دخل وقت العصر، ما حكمه حينما يأتي الحاكم الذي يطبق الشرع ويرى هؤلاء ماذا يفعل معهم؟ استنى أبو الحسن، خلينا بس نشوف المصيبة اللي احنا فيه. ماذا يفعل الحاكم؟ يجب عليه أن يقتل هؤلاء. تخيلوا يعني كيف هو عظيم قدر الصلاة، وكيف حصل تهاون عند الناس في أمر الصلاة، والجمهور على أنه يضرب عنقه بالسيف، وبعضهم قال يضرب بالخشب حتى يموت، والإمام أبو حنيفة قال يحبس حتى يصلي، يعني مذهبه فيه يعني يحبس حتى يصلي، وقال أحمد إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. واسمعوا هذه الفتوى لبعض العلماء المعاصرين، والذي أخذ بقول الإمام أحمد الذي يذهب إلى كفره الكفر الأكبر. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة لكنهم لم يستمعوا له، هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟ طبعا مذهب الشيخ العثيمين تكفير ترك الصلاة الكفر الأكبر، خلافا لقول الجمهور. إحنا قلنا إحنا مع قول مين؟ مع قول الجمهور، هو الراجح بالأدلة طبعا. قال الشيخ مجيبا إذا كان هؤلاء الأهل لا يصلون أبدا، اسمع يا ابن، إذا كان هؤلاء الأهل لا يصلون أبدا فإنهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، ثم قال وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين. إيه من أحكام المرتدين؟ قال واحد، اسمع يا ابن، لا يصح أن يزوج، يعني يتزوج مسلم، يعني لو واحد راح لواحد عشان يقول له أنا طالب القرب منك في بنتك، يقول له أنت بتصلي فين يا ابني؟ يقول له ما بصليش، يقول له أنت إيه على المذهب ده؟ ها يروح بقى يشوف له كنيسة، يعمل إيه؟ يدور له على واحدة هناك مقدسة ولا حاجة وإيه. لكن هنا عندنا كمسلمين لا، على القول ده. قال لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة، لقوله تعالى عن المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. اثنين، إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له، يعني الشيخ جابها من الأول، إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة، للآية التي ذكرناها على حسب التفصيل عند أهل العلم. ثلاثة، هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح، يعني لو في عيد مثلا وذبح ذبيح، لا تؤكل ذبيحته لأنها حرام، أما لو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته تؤكل. يا نهار أبيض، الأخ عمل زي مرة كنت بتكلم عن وصف النار في بعض القرى، فبعد ما خلصت الدرس واحد طلع لي قال لي يا سواد الحلل كل ده ما فعل. الناس دلوقتي بقت مغيبة، ناس كتير جدا الأحكام دي لا تعتني بها ولا تهتم بها، وعادي يعني ممكن واحد يروح يوقف العربية قدام البيت وينزل وهو طالب القرب من بنتك، طبعا يبص يشوف العربية ودفتر الشيكات وبتاع على طول موافق، لكن حينما يعلم أنه لا يصلي لك ربنا يهديه. مع أننا نقول بقول الجمهور لكن هذا إنسان فعل ما هو أكبر من الزنا وشرب الخمر والقتل. يعني لو أن إنسانا، نشوف بقى المثل اللي حيستفزكوا ده شوية، لو أن إنسانا دخل فوجد امرأته تفعل الفاحشة ماذا يفعل؟ يقتلها. ليه؟ الفطرة بتقول كده. ها شوف، طب لو أنه دخل فوجد امرأته لم تصلي، يعني دخل آخر النهار سألها صليت الصبح؟ لا. صليت الظهر؟ لا. العصر؟ لا. المغرب؟ العشاء؟ وجدها لم تصلي، ماذا سيفعل؟ مش كده؟
هل سيستوي غضبه حينما يراها تفعل الفاحشة وحينما يعلم أنها تركت الصلاة؟ مطلقا ده ما تقولش يعني إلا من رحم الله، مع أن تركها للصلاة أكبر وأعظم في الإثم من إيه؟ من فعلها للفاحشة، بل لو كررت الفاحشة والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن الصلاة سماها الشرع، سمى تركها إيه؟ كفرا، وأما فعل الفاحشة فلم يسميه إيه؟ ولأن الصلاة من الأوامر، وترك الأوامر ومخالفة الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب النواهي. وانظر لما ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد في أدلة هذا، زاد على 20 دليل أو أكثر، وهو يبين أن الذي يترك الأمر أعظم في الإثم عند الله من الذي يرتكب النهي، واستدل بمعصية آدم ومعصية إبليس. آدم كانت مخالفته لأمر أم لنهي؟ آدم لنهي لا تأكلا، صح؟ أما إبليس المخالفة كانت لإيه؟ اللي هو أسجد، الأمر بالسجود، فإيه؟ قال لم أكن لإيه؟ زي ما قلت لكم بعض دكاترة الجامعات لا يصلي، فذهب له الإخوة ينصحوه بالصلاة، فقال لا أحد يأمرني بالصلاة، فيش حد لي علي أمر، مش أنا اللي حط راسي في الأرض، هذا كافر لأنه يتكبر على الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف تهاون الناس بأوامر الله وغيروا وبدلوا، يعني حتى جعلوا ما عظمه الشرع هينا وجعلوا ما جعله الشرع أقل منه عظيما، وذلك بسبب الجهل. قال لو ذبح هذا الرجل الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها. يقول فذبيحته أو ذبحه أخبث من ذبح اليهودي والنصارى. أربعة، أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني وهو في طريقه إلى مكة توجد لوحة مكتوب عليها الدوران للخلف الغير المسلمين، يعني أنت ماشي كده ربنا يكرمنا بالعمرة والحج هتلاقي اللوحة كده مكتوب دوران للخلف، يعني غير المسلم يعمل إيه؟ لف ورجع تاني، مالكش إيه؟ تخش مكة. على مذهب من يكفر ترك الصلاة لا يحل له أن يدخل إيه؟ مكة. قال لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث. لو مات رجل عن ابن له لا يصلي، الرجل المسلم يصلي والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد، يعني عصب يعني من الذي يرث؟ قالوا ابن عمه البعيد دون ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. وقال لا، يعني بين أنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، ولقوله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال ستة، إذا مات ترك الصلاة اللي هو مذهب الشيخ بقى ترك الصلاة ده يتعمل فيه لما يموت، إذا مات ركز معاي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه يعني الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين. طب ماذا نصنع به؟ قال نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له. وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه، ما تودهوش المسجد الناس تصلي عليه. سابعا، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، ولا يدخل الجنة ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بناء عليه بعض الدعاء ركب سيارة مع بعض الشباب، وكانوا قد ذهبوا للبحث عن وظائف في بعض المدن، فدار بينه وبينهم هذا الحوار. قال بعضهم أنا عندي شهادة ثاني متوسط، فقال وأنت الذي بالخلف؟ قال أنا أول متوسط. متوسط دي عندهم ليه الثانوية أظن، صح ولا إعدادي؟ سعودية إعدادي ولا ثانوي؟ وأنت؟ فقال أما أنا لم أكمل الخامسة الابتدائية. فقلت ما شاء الله المؤهلات، لكن ليست هي المؤهلات. يقول
جاء أحدهم يشكو ارتفاع الأسعار، أنا أذكر الشاهد فقط، قال قلت هذه الشهادات وهذه المؤهلات فاصدقوني كيف أنتم مع صلواتكم، يعني قولوا لي بجد بقى بصدق أخباركم إيه مع الصلاة. فقال الذي بجانبي أقول لك أم أكذب عليك، يعني أقول لك الإيه الصراحة والحقيقة ولا أكذب؟ فقال إن كذبت فأنت تكذب على نفسك، لا يضرني كذبك. فقال أنا لا أصلي، جبها له كده خبط، لا أنا لا أصلي. فقال له الشيخ كافر، قال لا، قال لا بل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الإيه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكم هم الكفار من أبناء المسلمين الذين لا يركعون ولا يسجدون. وقال للثاني وأنت؟ قال أنا خير منه. قلت كيف؟ قال أصلي من الجمعة إلى الجمعة، يعني بيصلي من الجمعة بس. قال أنت مثله، يعني إيه؟ وقال للثالث وأنت يا ثالثهم؟ قال أنا أفضل منهم. قلت كيف؟ قال أصلي في اليوم صلاتين فقط. فقال له هذا دين جديد، يعني أنت أيضا إيه مثلهم. ده مذهب من يقول بكفر ترك الصلاة، ونحن لا نقول بهذا المذهب، لأن أنا عارف أن الإخوة قعدت دلوقتي قلوبها إيه. طيب هل معنى أننا نقول بقول جمهور أهل العلم أن ترك الصلاة أمره يسير وشأنه هين؟ اسمع لهذا الكلام للدكتور محمد إسماعيل حفظه الله، كلمة دي مهمة جدا، وياريت الإخوة تكتبها على لوحة وتعلقها كده في المساجد وفي الشوارع. يقول بعيدا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر، يعني إما إيه كفر أكبر، أو بعيدا عن هذا الخلاف في نوع هذا الكفر في حق من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، فإننا نهمس في أذن تارك الصلاة، نقول له إيه اصحى معاي، هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام ودين التوحيد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة هي محل خلاف بين العلماء؟ ففريق يقول إنك كافر مشرك حلال الدم والمال، وأنك لا تستحق الحياة، بل على ولي أمر المسلمين أن يقتلك ردة، وأنه لا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة، ولا تصلح وليا شرعيا لأولادك، وأنك لا ترثهم ولا يرثونك، وأنك لا تغسل ولا يصلي عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك مستحق للخلود في جهنم مع فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وسائر أعداء الدين. هذا الفريق الأول. وفريق آخر يقول بل أنت فاسق عاص فاجر يجب قتلك حدا إن أصررت على ترك الصلاة. أيهما يختار الإنسان لنفسه؟ أيهما يختار؟ إذا كان الأمر شديدا عليك فانتبه لخطر الصلاة، لأن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، بل هي أعظم شعيرة عملية في الإسلام. بعد الركن الأول تجد مباشرة إقام الصلاة، وقد جاء الأمر بها في القرآن حوالي 99 مرة، يعني حضرتك ما بتنفذش الأوامر اللي جت 99 مرة، ما المستني تنفذ الأمر بعد قد إيه؟ لو أمرك من تحبه، أمرك أبوك مثلا بشيء وأنت تحبه فلم تفعل، ثم أمرك مرة ثانية وثالثة ورابعة ولم تفعل، فهل هذا يدل على صدق حبك له؟ لذلك لا بد من وقفة مراجعة أحبتي معنا جميعا في قضية الصلاة، خصوصا في صلاة الفجر. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، اسمعوا الفتوى دي، سئل الشيخ ابن باز عن رجل يضبط الساعة على موعد الوظيفة، فإذا قام صلى، هو يصلي الفجر ولا لا يصلي؟ ها؟ يصلي، بس إمتى؟ لما بيقوم بعد شروق الشمس، يعني بعد خروج إيه؟ وقت الصلاة. واضح؟ يبقى يضبط الهاتف أو المنبه على وقت الوظيفة، الساعة 8 الساعة 7 بعد خروج وقت الصلاة. فسئل الشيخ عن حكم هذا الإنسان فقال هذا كافر خارج من الإسلام. ده كلام غلط ولا ده ليه سند؟ له سند. قلنا جمهور أهل العلم يقولون ويذهبون إلى أن تارك الصلاة يقتل بترك إيه؟ صلاة واحدة إذا خرج وقتها. فلذا ينبغي أحبتي أن نخرج في الناس محذرين، في قلوبنا شفقة ورحمة
على تارك الصلاة، ليس فقط التعنيف والتوبيخ والتهديد والوعيد، هذا يأتي نعم، ولكن بعد أن تقدم الترغيب، بعد أن تكلمهم بحب تحببهم في الله سبحانه وتعالى، تذكر لهم نعيم الجنة، وتذكر لهم ما أعده الله عز وجل للمصلين، تبين لهم فضائل الصلاة وقدرها، ثم بعد ذلك تخلط كلامك هذا بشيء من الترهيب. كلنا، انتبه، كلنا يتحمل هذه المسؤولية، كلنا دعاء. بعض المدارس، شباب بقى ثانوي وشباب إعدادي، وبعض المدارس فيها 800 طالب دخل لهم بعض الدعاء وسألهم عمن صلى الفجر في هذا اليوم. تخيلوا كم واحد صلى الفجر من 800 طالب صلى منهم الفجر كام؟ ها؟ 20 واحد. 700 وكام؟ و80 ما صلوا الفجر أو صلوها بعد طلوع الشمس. مسؤولية من؟ ردوا علي، مسؤولية مين؟ ها، مسؤولياتنا جميعا. عشان كده أنا أقول تخرج من الدرس إن شاء الله وتذهب تشتري كتاب تستعمله في الدعوة إلى الصلاة. الكتاب ده لازم يبقى معاك وفي إيدك على طول، كل شوية تقرأ فيه وتخلصه وتعيده. كتاب مهم جدا اسمه لماذا نصلي، بتاع مين؟ بتاع دكتور محمد إسماعيل حفظه الله. الكتاب ده لازم يبقى عندك، وهتستعمله في المدرسة، وهتستعمله على الصفحة بتاعتك، وهتستعمله مع أصحابك وفي العمل وفي الوظيفة، في مجلة المسجد وفي الشارع، وتكتب منه أحاديث على المحل بتاعك. نحتاج أن تكون الصلاة قضية حياة. بيعملوا حملات في أيامنا كتير، حملة مش عارف ليه وحملة مش عارف. لا، عايزين حملة لأجل أن يصلي الناس، لأن ما يصيب الناس من الفتن أعظم أسباب ذلك هو التقصير في حق الله. ومن أعظم صور التقصير، التقصير في حق الصلاة، التقصير في حق الصلاة. سمعتم الأحاديث الكثيرة التي ذكرها الإمام المنذري رحمه الله تحت هذا الفصل في الترهيب من ترك الصلاة عمدا، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يعني كأن هذا هو حد، إذا مر الإنسان من هذا الحد فينتقل والعياذ بالله تعالى إلى الشق الآخر. ثم نختلف هل هذا الكفر الذي انتقل إليه يكون من الكفر الأكبر أم الأصغر. وقال ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر، ها، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الناس، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. ماذا تنتظر بعد كل هذه الأحاديث؟ وهل تهون عليك صلاتك بعد كل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. هنا سؤال، أين هذا مع قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هنا يقول لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، أين الرخصة؟ نعم، جزاك الله خيرا. اكتب كده جنبها في الهامش، فين الكتب؟ مش احنا قلنا هنجيب الكتب الأسبوع اللي جاي برضو، جايين تتفرجوا؟ ماشي. نقول كيف نوفق بين الحديث وبين قول الله تعالى إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال العلماء المراد بالحديث لا تشرك بقلبك، يعني حينما يبتلى الإنسان وتشتد عليه الفتنة أو المحنة ربما يوافق الكفار بقلبه فعلا، ينتقل فعلا عن الإيمان إلى الكفر، ليس بلسانه بل بقلبه، ويصرح بلسانه بما يدل على ذلك. من رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يجعل لأحد سلطانا على القلب، السلطان على القلب هو لله وحده. فإن ابتلي الإنسان وكانت المحنة شديدة واضطر أن ينطق بكلمة الكفر فلا حرج عليه طالما قلبه كان مطمئنا بإيه؟ بالإيمان. وله أن يصبر حتى يقتل ويكون قد أخذ بماذا؟ بالعزيمة. إذن له رخصة أن يتفوه وأن ينطق بكلمة الكفر إن أكره على ذلك إكراها شرعيا، وله أيضا أن يأخذ بالعزيمة ولا يتفوه بكلمة الكفر ولا ينطق بها حتى لو قتل
قتل أو أحرق أو نحو ذلك. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، الوصية الثانية. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، لأنه قد ينام وتغلبه عينه. إنسان مثلا، ركزوا معايا في الصورة دي يا شباب، إنسان ضبط الهاتف أو الساعة المنبهة على موعد صلاة الفجر، لكنه لشدة التعب والإرهاق نام ولم يستيقظ، ما حكمه؟ لا شيء عليه، لأنه أخذ بماذا؟ بالأسباب. لكن من الأسباب أن ينام مبكرا، من الأسباب أن يوصي من يوقظه، وهكذا. فلو فعل الأسباب ولم يستيقظ بسبب شدة النوم أو ثقل النوم، فإذا قام فعليه أن يصلي ولا شيء عليه، واضح؟ لكن لو تعمد أن ينام حتى يخرج وقت الصلاة، هذا الذي ذكرنا الخلاف فيه. لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، يعني ذمة الله أو عهد الله. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. وقال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وهذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، الوصية الثانية، أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك. ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الذي نعلق عليه في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك. ما معناها؟ إن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، يعني ياخدوا فلوسه كلها. طب نطيعهم في كده؟ يعني واحد قال له لابنه اديني فلوسك كلها واخد ماله كله، يطيعه؟ طب وماذا يفعل مع أولاده وامرأته؟ النفقة على الزوجة والأولاد واجبة أم مستحبة؟ واجبة. ماذا سيفعل؟ يشتغل تاني. فعلا ده حل جميل، وبناء عليه خلوه الأسبوع اللي جاي فكروا وحاولوا تجيبوا لنا الإجابة كيف جمع العلماء بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك وقول النبي أنت ومالك لأبيك، وبين الأحاديث الأخرى التي تبين أنه من الإثم أن يضيع الإنسان من يعول، وأن النفقة على الأولاد والزوجة من النفقات الواجبة. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونكمل الحديث عن خطر ترك الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.